منها في اول اهدافه مع نادي المنصوره. لاعب واعد، لاعب رائع جدا، قادم من نادي مبارك او نادي العمال سابقا. في مشاركاته واهدافه المؤثره يدخل التاريخ احمد حسن في اول اهدافه مع نادي المنصوره. والمتابعه هدف جميل، هدف رائع استضاف حسن الجعله المنصوره وفي المرمى جول لنادي المنصوره. والله مباراه جميله، مستمتعين معكم اعزائي واحبائي الكرام. هدف واحد للمنصوره، واحد الزمالك، مفيش حد احسن من حد. يلا يا عم تامر كده سجال في يوم جميل. العب يا زمالك، لكن جمهور الزمالك النهارده مولع اللقاء. تامر عبد الحميد وريني كده مخرج.